إن شاء الله راح نتكلم في درس مهم جدا عن العضلات والمفاصل عند كبار السن وبعض التغيرات الفسيولوجية التي تحدث عند كبير السن. أيضا تبلغ العضلات أقصى قوة لها في مرحلة الشباب ثم تبدأ في الانخفاض، ولذلك فمن الضروري أن تكون العضلات في أقصى قوتها ليحتفظ الإنسان بمخزون كافي يستهلكه مع تقدم في السن. أما التهاب المفاصل طبعا فليس أمر طبيعيا مع تقدم في السن، فهو أمر مرض من نوع من أنواع الأمراض التي تكون عند كبار السن. هذا يساعد أيضا عدم زيادة الوزن وممارسة الرياضة على التقليل من التغيرات التي تصيب المفاصل والعضلات، وأيضا يحدث نقص تدريجي في الكالسيوم العظام مع التقدم في العمر، مما يجعل العظام هشة وسهلة الكسر. وننصح بأخذ الكالسيوم والبروتينيات وفيتامين د أيضا في هذه الحالة، واستشارة الطبيب المختص في هذا المجال. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي.